في برنامجنا اليومي مصر جميلة. زي ما عودناكم دايما بنبدأ حلقتنا بفقرة الأخبار، وبعد كده بنقدم الفقرات الأساسية اللي بيكونوا دايما موجودين معنا وبنناقش فيهم موضوعات مختلفة في مجالات مختلفة في بلدنا مصر. أول خبر معنا النهاردة وهنبدأ بيه حلقتنا من وزير الإسكان يتابع أعمال الطرق بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، وشدد على ضرورة التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقا للجدول الزمني. الخبر الثاني معانا، سيارات قطاع الأحوال المدنية المتنقلة تستخرج 15,000 وثيقة للمواطنين من خلال قوافل مجهزة فنيا ولوجستيا لتقديم كافة الخدمات. معانا خبر كمان وهو آخر خبر في الفقرة معاكم دلوقتي، بيتزامن اليوم من اليوم 21 إبريل ذكرى رحيل المطرب والفنان الكبير والملحن سيد مكاوي الكفيف الذي أبصر الكثير من المطربين والفنانين بألحانه الجميلة الممتعة. والحقيقة إن هو ترك إرث فني كبير جدا ومميز ما بين التلحين والغنى كأحد أهم النوابغ المصرية كونه كفيفا، لكن بيتمتع ببصيرة كبيرة عكسها طبعا على ألحانه المميزة اللي لسه عايشة معانا لحد دلوقتي وأغانيه الجميلة اللي بنستمتع بيها في كل وقت. دي كانت الأخبار اللي موجودة معانا. هقدم الفقرات اللي هتكون موجودة في حلقتنا النهاردة، بيكون معانا دايما فقرتين أساسيتين. والحقيقة الفقرة الأولى معانا، زي ما أنتوا عارفين أن في مصر جميلة بنهتم جدا جدا بالجانب السياحي وبمجال السياحة وبقطاع السياحة، ودايما بنلقي الضوء على الموضوعات اللي بتخص السياحة في بلدنا مصر. علشان كده هيكون موضوع فقرتنا الأولى عن بعنوان مصر على خارطة السياحة العلاجية العالمية. وعرفت كمان ان بيقدر حجم سوق السياحة العلاجية بأكثر من 15 مليار دولار سنويا، وهيوصل لأكثر من 346 مليار دولار سنويا بحلول سنة 2030. وبيعد كمان المؤتمر الدولي للسياحة الصحية في مصر اللي انطلق تحت شعار صدى الماضي بيتجدد اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة على مدار يوم 2 و3 من شهر مارس 2024، ده فرصة لتوسيع عقد الشراكات الاستراتيجية والاتفاقات الدولية في مجال السياحة العلاجية في المستقبل. هنتكلم بخصوص الموضوع ده مع ضيفتنا في الفقرة الأولى دكتور ملك إسماعيل، دكتوراه في الترويج السياحي لمصر على المواقع الإلكترونية، وهنتكلم إزاي ممكن نروج للسياحة من خلال المواقع الإلكترونية خصوصا إن هي بقت المتصدرة المشهد في الفترة الأخيرة. الفقرة الثانية معانا هتكون عن حاجة مختلفة يمكن أول مرة نتكلم عنها في برنامجنا، وهي مسابقة اتعملت كحافز بعنوان حافز الابتكار لتأهيل المبتكرين والباحثين لريادة الأعمال وتقديم حلول لتحديات التنمية في مصر برعاية صندوق دعم المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وهيكون ضيفنا دكتور مصطفى أحمد عزب، واحد من خريجي برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال. الحقيقة أن هو شارك في المسابقة، هيكلمنا عن مشاركته في المسابقة ويعني عدد المتسابقين وإيه النتيجة اللي حصل عليها في الآخر. هنطلع دلوقتي لفاصل وبعد كده نرجع نقدم أول فقرة وضيفة فقرتنا عن قطاع السياحة. رجعنا لكم مرة تانية وموضوع فقرتنا الأولى عن وضع مصر على خارطة السياحة العلاجية العالمية، وهنتناقش في الموضوع ده من خلال ضيفتنا دكتور ملك إسماعيل، دكتوراه في ترويج السياحي لمصر على المواقع الإلكترونية. بنرحب بيكي معانا، أهلا بيكي دكتور ملك. أهلا بحضرتك أستاذة المشاهدين. في البداية قبل ما نتكلم عن أهمية وضع مصر على خارطة السياحة العلاجية العالمية، يعني مصر زي ما شفنا كده في التقرير مليانة بأماكن سياحية جميلة، عايزين نتعرف أكتر على الأماكن السياحية العلاجية، نركز عليها أكتر وبعد كده نتكلم عن قد إيه مهمة.
أنا معاكي جدا في موضوع الفقرة، وإن هو يكون بس يعني جزء من توجهات الدولة إن شاء الله الفترة الجاية، وهي بالفعل الدولة شغالة عليه. ولكن فكرة وضع مصر على الخريطة العلاجية، طبعا هو بيتم الترويج لمصر سياحيا على المستوى الفرعوني أو يعني أكتر من المستوى مثلا الشاطئي وهكذا، لكن السياحة العلاجية يعني ما بنشوفش كتير قوي حملات إعلانية وحملات إعلامية خاصة بالموضوع ده. لو بكلم حضرتك عن السياحة العلاجية في مصر، خلينا نقول إيه هي السياحة العلاجية. في أول حاجة السياحة العلاجية الخاصة بالأماكن الاستشفائية، وفي السياحة العلاجية الخاصة بالتدخل الجراحي وعمليات التجميل، وفي السياحة العلاجية الخاصة بالمؤتمرات الطبية. مصر بتتميز إن هي أكتر دولة على مستوى العالم، زي ما حضرتك كنت بتسأليني إيه هي الأماكن الاستشفائية اللي موجودة في مصر. يعني ممكن يبقى في دول تانية على مستوى العالم فيها أماكن زي اللي هنقولها دلوقتي، لكن مصر الوحيدة على مستوى العالم اللي فيها أكتر من مكان أو مقصد استشفائي بيقصده السائح العالمي بغرض السياحة الاستشفائية، وهي أغلبها في محافظات شمال الجمهورية. لو إحنا بنقول من أول سيوة، البحيرات والعيون الكبريتية الساخنة والرملة وكهف الرمال في سيوة، ولو بنمشي طبعا الواحات البحرية، وفي محافظة البحيرة وادي النطرون، محافظة حلوان فيها طبعا العيون الكبريتية، وطبعا لو جينا ناحية سينا بقى والسويس، يعني طبعا هو يعني مقاصد كتيرة جدا فيها عيون موسى وحمام فرعون، راس محمد، سفاجة، فيها يعني أكتر من مقصد استشفائي كتير جدا، يعني مستحيل تلاقي العدد ده موجود في دولة واحدة على مستوى العالم، يعني ده شيء مؤكد. فكرة الساحل بيقصد السياحة الاستشفائية، هو البرنامج بتاعه السياحي بيبقى أكتر من يوم، مش أقل من 5 أيام طبعا عشان يتم تأهيله وهكذا. تفتكري ممكن السائح يجي لمصر بس علشان يعني يمارس السياحة العلاجية، ولا بيبقى جاي كمان سياحة ترفيهية وثقافية ودينية؟ لأن أنت عارفة أنه يعني مصر مليانة بأنواع كتير من السياحة، مش نوع معين، لكن أنه نركز بس على السياحة العلاجية، هل ممكن يبقى حد جاي من مصر خصوص علشان يتعالج من حاجة معينة؟ يعني أعرف أنه في مثلا منطقة الواحات البحرية فيها أماكن معينة يقدر لو حد عنده أمراض الروماتيزم والروماتويد يقدر أن هو يتعالج منها في أماكن معينة في الواحات البحرية. ممكن حد يجي مصر بس عشان السبب ده تفتكري؟ ده مؤكد، لأنه يعني طبقا لمصادر موثقة من دكاترة أطباء، منها الله يرحمه الدكتور هاني الناظر، هو يعني أكد معلومة أنه سفاجة هي أكتر مقصد استشفائي على مستوى العالم بيعالج أمراض الصدفية. وبرضو أنا لما رجعت للتراث الخاص بالسياحة الاستشفائية في مصر، يعني لقيت أنه الردم، هما بيسموه الردم، فكرة أنه بيقصد المكان ده علشان ياخد استشفاء، هو بيتم تأهيله أنه ينزل في البحيرات، وبعدين يعني بيعالج بالزيوت وهكذا، وبعدين بيدخل في مرحلة الردم. الردم دي اللي هو بيدفن في الرملة. أيوة صح. أكتر من يوم ورا بعض، علشان هو لما هيدفن في الرملة هيترفع درجة حرارة جسمه أكتر من 37 درجة، فده بالتالي بيخلي الأجسام يعني الغير حميدة وهكذا بتتواجد في بيئة هي غير صالحة لتواجدها، فبيتم استشفاء. ففكرة إن حد يجي مخصوص علشان ده، ده مؤكد بالذات لمصر. لكن خلينا أقول إن سؤالك في حد ذاته ممكن يحط أكتر من استراتيجية للتسويق السياحي متعلق بالسياحة العلاجية لمصر، بمعنى هو ممكن يكون جاي استشفائي ونحط له كمان برنامج سياحي متكامل يقدر يشوف مزارات تانية يعني بعد عملية الاستشفاء أو قبلها، لأنه بيكون برضو جاي تعبانه في حالة نفسية سيئة، فبعد ما يقضي عملية الاستشفاء بتاعته والنقاهة، طب ليه ما يروحش مقاصد زي إيه؟ لو أنا بقول في الغردقة وسفاجة، في طبعا في الغردقة الغوص الدايفينج، فكرة طبعا في أثار غرقانة، ممكن في ناس تعمل حاجة زي كده. الغردقة قريبة جدا من الأقصر وأسوان، فممكن يعني يبقى في تصميم لبرامج سياحية متكاملة. يربط المنطقة مدينة الغردقة بأن هو يزور الأقصر وأسوان، يتعملوا برنامج كويس شامل يقدر أن هو يروح الأماكن دي كلها. دي حقيقة. وطبعا يعني مقبرة الإسكندر قريبة من سيوة والإسكندرية وهكذا. فكرة طبعا أنه بناء على الجهة اللي بيقصدها السائح ممكن يصاغ لي أو يتكون لي برنامج سياحي متكامل، فمنه يبقى استشفاء ومنه سياحة وترفيه. قد إيه مهم بقى يعني يجي السؤال أو موضوع الفقرة نفسه، إنه
انه قد ايه مهم ان مصر تبقى على خريطة السياحة العلاجية العالمية. هل دي حاجة مهمة كفاية انها تروج سياحيا لمصر، ولا كده كده اصلا مصر متروج ليها سياحيا ومش محتاجة ان هي نروج ليها من زاوية معينة او من نقطة معينة؟ هقول لحضرتك على حاجة. فكرة انه مصر متروج ليها وخلاص، لا، هي مصر معروفة، واي حد تسأليه مصر يقول لك الاهرامات، هيقول لك ابو الهول، هيقول لك اي حاجة. ولكن فكرة ان احنا نوقف الترويج او حتى ما نستخدمش الاساليب الحديثة فيه، ده غلط جدا. ليه بقى؟ حضرتك ممكن تلاقي دول في الجوار محيطة بيكي ما عندهاش التنوع السياحي او الاثار اللي عندك ما عندهاش. احنا عندنا اثار فرعوني، اثار اسلامي، اثار مسيحية، عندنا السياحة العلاجية، عندنا يعني اشكال كتيرة جدا، السياحة الرياضية، اشكال يعني يصعب ان احنا نذكرها كلها في حلقة. لكن تلاقي دول محيطة ما عندهاش التنوع ده، لكن قدرت ان هي عارفة تروج ليه بشكل حديث جدا ومتطور. دي حقيقة. عشان يعني كده عايزة اسألك، تلاقي دول ما عندهاش الاثار بتاعتك بس معروفة بالسفر والتسوق، بالمهرجانات، بحاجات السيرك العالمي بتجيبه عندها وهكذا. فهي الترويج في حد ذاته قادر ان هو يعمل لك جذب، لكن ان انت تعتمدي على ان احنا عندنا بس تنوع اثار ونسكت، لا، ده مش افضل حاجه. يعني عايزه بقى اسالك السؤال اللي كنا بنتكلم فيه قبل ما نبدا الفقره، وهو مستحدثات الترويج والتسويق السياحي الالكترونيه. يعني ذكرتي حاجات كتير جديده ومتطوره جدا وموجوده في دول تانية ما عندهاش الاثار الكتيره الكبيره العظيمه اللي عندنا، لكن عارفين ازاي يروجوا للحاجات مش كتيره اللي عندهم، فممكن نتكلم عنها. خلينا اقول لحضرتك انه من مستحدثات التسويق الالكتروني اكتر من حاجه. يعني الحاجه الشائعه قوي الفيرتشوال رياليتي او الفي ار او الواقع الافتراضي، وده يعني هي الدوله اخذت فعلا فيه، انا شفت بنفسي خطوات ان هي بيتم عمل مسح بيحاكي الواقع الخاص بالمعابد والمتاحف والمقاصد السياحيه، وبيقدر السائح في اي مكان في العالم يلبس النظاره اللي هي خاصه بالواقع الافتراضي ويشوف المقصد السياحي كانه موجود هناك. وطبعا ده يكون مقابل يعني رسوم معينة، وده بيساعد في انه الدخل الاجنبي يدخل للبلد. من ضمن المستحدثات برضو في حاجة اسمها الاي ار او الاوجمانتد رياليتي او الواقع المعزز. الواقع المعزز ده بيكون جوه المقصد السياحي نفسه. يعني احنا بنقول مثلا كهف الملح في سيوة او متحف او معبد وخلافه من المقاصد السياحية، بيبقى فيه زي كيو ار كود جوه المقصد نفسه، فبيقدر السائح من خلال الموبايل بتاعته يعمل سكان ليه. فالواقع معزز او اوجمانتد رياليتي بمعنى ان هو مجرد ما بيعمل سكان للكود ده بياخد داتا كتير جدا عن المكان، يعني خاصة لو انه السائح بيتكلم بلغة جوه المقصد السياحي، ما فيش مرشد سياحي يشرح له عن المكان وبدايته ايه وايه القصص اللي حاكت هذا المكان وخلافه. فغير الفيرتشوال رياليتي والاوجمانتد رياليتي، في الترويج باستخدام تكنيك الصورة 360 درجة. ولو حد يعني شغوف قوي بالآثار وبيدخل على الفيسبوك خاص بوزارة الآثار والسياحة المصرية، هيلاقي كتير جدا بوستات فيها الصورة 360 درجة، بيقدر مجرد ما هو بس يتفرج على المكان كله يشوفه كأنه هو واقف جوه المكان يعني. بس طبعا ما بتبقاش في الريزولوشن او الجودة او الدقة الخاصة بالفيرتشوال رياليتي الأولانية خالص. في حاجة كمان من مستحدثات التسويق الجيميفيكيشن، فكرة انه يبقى فيه تكوين العاب، والالعاب دي بتروج للسياحة، زي مثلا فكرة العاب الهيدن اوبجكت. يعني دلوقتي في العاب بتخشي عشان تدور على الاشياء المفقودة وتحلي لغز وتمشي قدام شوية وهكذا، فممكن نستغل ده انه يبقى بتصمم العاب خاصة بالتراث الفرعوني وبيبقى فيها برضو التكنيك ده. في كمان من الألعاب الكتير جدا كلنا بنشوفها أكيد أطفالنا بيلعبوها أو اللي حوالينا، ممكن يكون البيبي بيلعب ان هو الطبيب، او في طبيب بيعالج الحيوانات او بيلاقي كذا، ممكن ندخل السياحة الاستشفائية ومنها بنروج ليه. لسه مكملين معاكم حلقتنا مع دكتور ملك. عايزه اتكلم اكتر عن السياحه، سياحه المغامرات وايه المقصود بيها.
سياحة المغامرات طبعا هي القفز طبعا من الطائرة سكاي دايفنج الباراسيلينج يعني سياحة المغامرات كثيرة جدا والغوص نفسه واللي هو القفز بالمظلات والبالون في الأقصر وهكذا. فكرة شبه السياحة الشاطئية ولا مختلفة؟ هي جزء منها يعني جزء منها خاص بالسماء والقفز من الطيارة أو بالباراشوت أو يعني متهيألي تسلق الجبال كمان هيبقى مغامرات أكيد. هو بس الجدير بالذكر إنه سياحة المغامرات هي متمشية جدا مع ثقافة الأجيال الحديثة. يعني دلوقتي بقى الأجيال سنها أصغر أيوة. وبعدين يعني لو أنا بكلم حضرتك مثلا إحنا دلوقتي بنعمل تسويق إلكتروني سياحي وبنستهدف فئات معينة، فالفئات اللي هتبقى بتستخدم ما كل ما هو الكتروني يشوفوا فيه اعلانك هم فئه الشباب اللي هم اساسا بتستهويهم السياحه الخاصه بالمغامره. وبعدين هم بيبقى لهم صفات سلوكيه معينه، يعني دلوقتي تلاقي السايح اللي في السن ده اللي بيحب سياحه المغامرات هو مش عايز يطلع من خلال شركه سياحه، هو من نفسه عايز يحجز البرنامج السياحي لوحده، فبيدخلوا على مواقع حجز الفنادق ومواقع حجز الطيران وهكذا، هم بيكونوا البرنامج السياحي بتاعهم. تفتكري ده افضل انه يبقى طالع كده يعني بيعمل كل حاجه بنفسه ومن دماغه ومن تخطيطه هو، ولا الافضل انه يبقى طالع ببرنامج منظم حد منظمه له؟ هو هنا في وجهتين نظر، يعني لو من وجهه نظر السائح هو بالنسبه له بتبقى افضل، لان هو ممكن يختار ارخص الفنادق ايام محدده، هو حر في ان هو حركته نفقاته وهكذا. لكن هي بيواجهه مشكله ان هو لما بيبقى ماشي لوحده فممكن يتعرض لانه عمليات البيع او الشراء او التعاون ما تكونش احسن حاجه، فما تبقاش تجربته السياحيه افضل تجربه موفقه قوي. يس. وبالنسبه بقى لوجهه نظر الدوله، هو لا، هو طبعا كل ما يكون في برامج فيها جروبات او مجموعات متكامله ده بيكون احسن، لان كل ما المجموعات بتزيد بيبقى دخل اكتر للبلد وهكذا، ودي بتبقى افضل للسائح علشان هو نفسه بيبقى ماشي من خلال الترانسبورتيشن او المواصلات خاصة بالرحلة نفسها، بيبقى متأمن عليه كويس، بيبقى ماشي مع مرشد سياحي وهكذا. فبس اللي أنا حابة يعني أركز عليه فكرة إنه هو يعني مستقل في إنه هو يصيغ أغلب الناس كده، يصيغ أو يكون البرنامج الخاص بالرحلة بتاعته، دي بتخلينا إحنا كناس بنستهدف سايح يعني بالصفات دي نبقى بنراعي حاجات كتيرة قوي. يعني لو احنا بقى بنتكلم عن الدولة ان هي تعمل بقى المنصات زي ما بيبقى في منصات عالمية وبتاخد عمولة من الفنادق والطيران وخلافه، لمجرد انها بتتيح للشخص ده ان هو بشكل حر تماما يكون او يحجز الرحلة بتاعته، طب ما احنا نعمل كمان منصتنا يعني بشكل انت حتى تقصدي يعني ممكن حضرتك توضحي اكتر، تقصدي منصات للترويج السياحي؟ مش عايزه اقول اسماء عشان ما يبقاش ترويج للمكان ده، بس دلوقتي في منصه عالميه كبيره جدا اسمها، لو هنترجمه بالانجليزي يعني هو حجز، فحجز ده بتخشي على المنصه دي من على موبايلك او من على الموقع، يبقى عليها الاوتيلات واماكن وبيحجز من عليها كل حاجه. فيعني لو تفتكري التسويق اللي عامله حاجه زي كده بورتال، عايز اقول لحضرتك على حاجه، دول عربيه شقيقه عامله اغلب الخدمات الحكوميه بشكل ايا كان مين جنسيه الشخص موجود على الدوله يقدر يستفيد بالخدمه دي في ايا كان التخصص. ففكره برضو انا عارفه يعني من خلال دراستي في رساله الدكتوراه ان الدوله هي مش دورها تنفيذ سياحه، هي دورها الترويج للسياحه، لان في شركات خاصه عامله لازم يبقى ليها نصيبها، لكن ممكن يبقى في تحالف من الشركات الخاصه دي مدعوم من الدولة ان يبقى في منصة الكترونية يتم من خلالها الحجز ده، يعني عملية الحجز او الترانزاكشن نفسها دي هتدخل عملة، فكرة ان الناس يجوا كأجانب ده هيدخل عملة ثانية، كله بيساعد بعضه، كله يبقى انتجريتد او متداخل او متكامل، ده هيبقى فيه منظومة أمنية اعلى. فكرة التسويق الإلكتروني السياحي، هل بتستهدف شخصية معينة للسائح ولا بيبقى كل الفئات وكل الأعمار وكل الدول؟ هقول لحضرتك، هو طبعا المواقع التواصل الاجتماعي هي فيها عبقريه كده اسمها الخوارزميات، يعني احيانا ما بتبقاش احسن حاجه واحيانا بتبقى احسن حاجه، لكن هي بتدرس السلوك بتاع الشخص وبتسمعه طول الوقت ايه اهتماماته، وحتى بتشوف ملامح وشه هو بيهتم بانهي صوره. يعني لو احنا عاملين حمله تسويقيه او ترويجيه لاكثر من مقصد سياحي، الشخص ده يعني وسائل التواصل الاجتماعي بتعمل له تراكينج وبتتدرب
كده بتتبعه ده حقيقي فعلا. فبتقدر ان هي نستهدف بشكل مجرد ما اعمل سيرش على حاجه دقيق. بتظهر لي بعد كده كل اعلاناتها بمختلف المواقع والصفحات والجروبات. ده حقيقي. خلينا اقول لحضرتك يعني ذكرنا من شويه انه الخريطه السياحيه في مصر هي منوعه، يعني العلاجيه نفسها احنا قلنا العلاجيه الخاصه بالاماكن الاستشفائيه او المؤتمرات الطبيه او جراحات التجميل او التدخل الجراحي. لو اتكلمنا عن المقاصد بقى الفرعونيه والثقافيه الاسلاميه والمسيحيه وخلافه، ففكره ان انت تستهدفي سايح جاي لسياحه بعينها دي بتبقى دي حملات مستقله تماما. وكل دوله حتى انت بتقدمي لها الشكل الاعلان او الحمله بشكل يجذب الجمهور ده. تمام. انا بشكرك جدا، شرفتينا ونورتينا دكتور ملك اسماعيل، دكتوراه في الترويج السياحي لمصر على المواقع الالكترونيه. شكرا ليك. شكرا لحضرتك. لسه مكملين معاكم حلقتنا، وهيكون معانا الفقره الثانيه عن مسابقه حافز الابتكار، وهيكون ضيفنا دكتور مصطفى عزب احد خريجي برنامج تاهيل الباحثين لرياده الاعمال. هنطلع دلوقتي الفاصل سريع ونرجع نستقبل ضيف فقرتنا الثانيه.